احمد، يعني هذا يدفعني ايضا لسؤالك بخصوص، يعني اكيد تابعت التصريحات التي خرجت من اسرائيل كاتس وزير خارجيه اسرائيل، واستنكرها الجانب المصري وتحديدا وزير الخارجيه سامح شكري بمسؤوليه مصر عن اغلاق المعبر. وانا اسالك وانت بكل تاكيد حتى قبل ان تتواجد قبل ايام امام المعبر بعد تصاعد العمليات في رفح، ولكن مقارنه بما كنت حتى ترى في خلال الاشهر السته او السبعه الماضيه في زياراتك لمعبر رفح، هل تجد ان هناك تغير في الجانب المصري أو تعامل الجانب المصري مع دخول المساعدات ردا على هذه المزاعم الإسرائيلية؟ عمرو، أنت اختتمت الحديث معي بالأمس بسؤال مباشر عما إذا كانت هناك مساعدات سمحت بها إسرائيل بالدخول إلى قطاع غزة. أنا قلت لك صفر، والصفر هو قاطع في دلالته، الأمر ليس فيه شبهة أو ليس فيه احتمال أو ليس فيه تقدير، صفر يعني صفر. إسرائيل لم تسمح بأي شاحنة مساعدات أو شاحنة وقود بالدخول إلى قطاع غزة. لك أن تتصور عمرو أن المسافة الواصلة ما بين العريش ورفح هي تقريبا حتى لا يكون في الأمر مبالغة، تقريبا بأكملها تصطف بالشاحنات، إما شاحنات الأدوية، إما شاحنات المساعدات الغذائية، إما شاحنات الوقود، إما شاحنات الخضر والفواكه التي تقف على جانبي الطريق والتي جاوزت في بعض التقديرات ما يزيد على 26 أو 27 يوما متواصلة، بينما هذه الشاحنات لا تزال مصطفة. في أفضل الحالات وفي أفضل التقديرات عندما كانت مصر يبح صوتها في محاولة إيصال حتمية وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى داخل قطاع غزة، كانت هذه المساعدات تقطر تقطيرا بفعل العوائق الإسرائيلية التي كانت مفروضة. ومنذ أيام العدوان الأولى بالمناسبة عمرو، نحن كنا على الهواء مباشرة في مكان الجانب الفلسطيني يقصف قصفا من جانب طيران الاحتلال ومن خلال مدفعيته على الجانب الفلسطيني من معبر رفح، وبالتالي كانت هذه عقبة كبيرة للغاية، لا يمكن بحال من الأحوال تصور أن المساعدات ستدخل. وبالتالي عندما كانت الشاحنات تصل في أفضل حالاتها لم يكن ذلك متاحا أن يلبي الاحتياجات الضرورية والحالة للشعب الفلسطيني، لكنه على الأقل كان يشكل الحدود الدنيا المقبولة التي من خلالها يمكن الاطمئنان ولو بقدر ما لبقاء من بقي على قيد الحياة من سكان غزة على قيد الحياة كما هم. وبالتالي منذ إعلان إسرائيل أو سيطرة إسرائيل على الجانب الفلسطيني من معبر رفح، وهي اتخذت قرارا يشبه القرار النهائي بأنه ليس الأمر فقط مرتبط بالحيلولة دون إدخال المساعدات بحكم أنها الآن تريد أن تباشر أمرا واقعا عند الجانب الفلسطيني من معبر رفح، لكن معبر كرم أبو سالم كذلك، معبر إيرز كذلك، والسلطات المصرية بطبيعة الحال لا علاقة لها بمعبر إيرز، لكن إسرائيل اتخذت قرارا أن تحول دون وصول المساعدات الإنسانية إلى داخل قطاع غزة. بالمناسبة عمرو، كارين جان بيير المتحدثة باسم البيت الأبيض قبل ساعة ونصف تقريبا كان لها مؤتمر صحفي، وكانت تقول أن هناك حاجة ماسة لحماية عمال الإغاثة داخل قطاع غزة، ونؤكد تقول كارين جان بيير بأن هذه العناية التي يتعين توفيرها ليست متاحة في هذه اللحظات. إذا كانت فرق الإغاثة التابعة على الأرجح لمنظمات ووكالات أممية لا يتاح لها الحد الأدنى اللازم من الدعم الأمنية على الأقل، فكيف يمكن النظر إلى ما تقوم به إسرائيل بإيصال المساعدات الإنسانية من عدمها؟ المسألة تبدو مفهومة ومتصورة تماما. أطباء بلا حدود كان لها بيان قبل قليل وهي تقول إن التوسع في عملية عسكرية في مدينة رفح حال دون حتى تقديم الدعم الذي كانت تقدمه أطباء بلا حدود من خلال فرقها في المستشفى الإندونيسي في غزة. الأمر ليس له علاقة فقط بمنع وصول المساعدات الإنسانية، وهذه مسألة ترى رأي عين ويمكن أن ترصد ويمكن أن تنقل كذلك عمر كما هو معلوم، ونقل بالفعل من خلال وكالة غوث وتشغيل اللاجئين أونروا ومن خلال يونيسيف، بل إن الأمر كذلك يمتد إلى ما هو أبعد من منع وصول المساعدات الإنسانية، محاولة الذهاب إلى خيارات التجويع مع خيارات القتل باستخدام الأسلحة، وكذلك محاولة الوصول إلى مرفق طبي في قطاع غزة لا يقوى على تقديم أي خدمة، وهذا تقريبا ما يبدو قطاع غزة على مقربة منه. صحيح.